مرحبا بكم في المجموعة الثانية من المسائل العمرية. سأقوم بحل مسألة جديدة. لدي واحدة مطبوعة هنا لنرى ماذا تقول. تقول أن سلمان عمره 108 سنوات، والقليل من الناس قد يصل إلى هذا العمر. هذا يعتمد على البيئة وعدة عوامل أخرى. على أي حال، سلمان عمره 108 سنوات، وجنى عمرها 24 سنة. كم سنة يحتاج سلمان ليصبح عمره 4 أضعاف عمر جنى؟ حسنا، دعونا نجد ذلك. ما نريد إيجاد حله هو كم سنة يحتاج لنستعمل إذن المتغير y للسنوات. إذن y تساوي عدد السنين حتى يصبح سلمان، ونكتب اختصارها سال. إذن y تساوي عدد السنين حتى يصبح سلمان 4 أضعاف عمر جنى. 4 أضعاف عمر جنى. حسنا، إذا كان اليوم، إذا كان سلمان، إذا كان سلمان، إذا كان عمر سلمان 100 سنة في واي من السنين، فاليوم سوف يكون 108 زائد واي، وهذا يساوي سال في واي من السنين. سوف يكون سال في واي من السنين، نقول واي من السنين years. إذن سال في واي من السنين سوف يكون 108 زائد واي. ثم جنى في واي من السنين، هذا سهل جدا، هو سيكون عمرها 24 زائد واي. سوف أكتب جان للاختصار في واي من السنين. واي من السنين years. ماذا تقول أيضا المسألة؟ تقول كم من السنين يحتاج سلمان ليكون أقرأها وأوضحها بالتمام عمره 4 أضعاف عمر جنى. حسنا، وكلمة بالتمام مهمة جدا، لأن سلمان حاليا أكثر من 4 أضعاف عمر جنى، ولكن نريد أن نجد بالتمام متى يكون سلمان عمره 4 أضعاف عمر جنى. حسنا، في واي من السنين سلمان سيكون 108 زائد واي. بالتالي نعلم أن 108 زائد واي تساوي واي من السنين، سوف يكون 4 أضعاف عمر جنى، وبعد 4 أضعافه بالتمام حينها جنى سيكون عمرها 24 زائد واي من السنين. الآن علينا فقط أن نحل المعادلة، نحصل على 108 زائد واي يساوي 4 ضرب 24. حسناً، 4 ضرب 25 يساوي 100، ثم نطرح منها 4 فنحصل إذن على 96 زائد 4 واي. والآن نحل هذه المعادلة، نحصل على 3. وسوف أقفز عن بعض الخطوات لأن هذا الجزء سهل بالنسبة لكم. نحصل على 3 واي يساوي 108 ناقص 96. إذا نحصل على 3 واي يساوي هنا 12. بالتالي واي تساوي 4. إذا من خلال الجبر توصلنا إلى أنه في 4 سنوات سلمان سوف يكون عمره 4 أضعاف عمر جنى. لنرى إن كان هذا صحيحا. حسنا، سلمان عمره الآن 108، وفي 4 سنوات سوف يكون 112.
وإذا كان عمر جنى 24 الآن فهو سوف يكون 28 في 4 سنوات، ولنرى 28 ضرب 4 يساوي 80 زائد 32. نعم بالتمام، سوف تكون 112. يبدو أن كل شيء صحيح، ممتاز. دعونا نعمل على مسألة أخرى. سوف أقوم بمسح كل شيء. أعتقد أنه يجب. حسنا، دعونا نعمل على مسألة أخرى. سوف أضعها هنا في الأعلى. أحمد عمره 5 أضعاف عمر عرمان اليوم. أحمد عمره 5 أضعاف عمر عرمان اليوم، وقبل 85 سنة. إنه وقت طويل وبعيد. نتعامل مع مساحات كبيرة من الوقت. قبل 85 سنة أحمد عمره كان 10 أضعاف عمر عرمان. 10 أضعاف عمر عرمان. كم عمر عرمان اليوم؟ إذن كم عمر عرمان اليوم؟ لنرى إن كنا نستطيع معالجة هذه المسألة المثيرة للاهتمام. الإعدادات، تشغيل أداة القلم. حسناً، أعتقد أنه من الجيد أن نعمل جدول مثل ما عملنا في الفيديو الأول. حسناً، سنحاول أن نجد عمر عرمان اليوم. إذن لنقل عرمان ثم نضع اليوم today، ثم سيكون لدينا ما هي الفترة الزمنية الأخرى؟ نتعامل مع 85 سنة من قبل، إذن لنقل قبل 85 سنة 85 years ago، في مجرة بعيدة جدا. حسناً، عرمان وأحمد، لدينا عرمان وأحمد. حسناً، سنحاول أن نجد كم عمر عرمان اليوم. إذن لنفرض أن ذلك X لتسهيل علينا، نقول أن أحمد عمره 5 أضعاف عمر عرمان اليوم. إذن المسألة تقول أن أحمد عمره 5 أضعاف عمر عرمان اليوم. فإذا كان عرمان عمره X فعمر أحمد سيكون 5X قبل 85 سنة. إذن قبل 85 سنة إذا كان X اليوم، فقبل 85 سنة عرمان عمره عرمان سيكون X ناقص 85. وإذا كان عمر أحمد اليوم 5X فهو سيكون 5X ناقص 85. أنا فقط طرحت 85 من العمر الحالي، لأننا نعود 85 سنة إلى الماضي، والآن لدينا هذه المعلومة الإضافية والتي تخبرنا بأنه قبل 85 سنة أحمد كان عمره 10 أضعاف عمر عرمان. بالتالي هذا الرقم سيكون 10 أضعاف هذا الرقم. هذا ما تخبرنا به هذه العبارة. قبل 85 سنة كنا في هذا الوضع. أحمد وهو هذا كان أكبر من عرمان ب10 مرات، سوف نكتب ذلك جبريا. قبل 85 سنة كان أحمد 5X ناقص 85، وتخبرنا أيضا أنه كان أكبر ب10 مرات من
عرمان وهو x ناقص 85. الآن فقط نحل المعادلة، نحصل على 5x ناقص 85 يساوي 10x ناقص 850. ثم تحصل على، سوف أقفز عن بعض الخطوات فقط لأرهقكم، 5x يساوي، 5x يساوي، لقد أربكت نفسي فقط، 5x يساوي 850 ناقص 85. دعونا نرى ماذا تساوي 850 ناقص 85. حسنا، ستكون أقل ب 35 من 800. إذا يمكن أن نقول أن 5x أقل من 800 ب 30 يساوي 765. بالتالي x تساوي، دعوني أرى، يوجد 5 واحدة في 7، إذا 1 ضرب 5 26، و 5 ضرب 5 يساوي 25، إذا 15. بالتالي x تساوي 153. لدينا أشخاص لهم حياة مديدة جدا. إذا لقد وصلنا إلى الحل بأن عرمان عمره 153 سنة اليوم. دعونا نرى إذا كان له معنى. حسنا، إذا كان 153 فإن لا يمكن أن يكون ذلك صحيح، لأنه عندها سيكون، أو حسنا، في الواقع لم يتبقى لدي الوقت. دعونا نرى أين أخطأت. إذا كان عرمان X فإن أحمد 5X، هذا له معنى. حسنا، صحيح، أعتقد هذا يمكن أن يكون ذو معنى. لقد اعتقدت أن أحمد يجب أن يكون أصغر من عرمان، لكن لا، أحمد سيكون أكبر بخمس مرات من 153. إذا أحمد في الحقيقة عمره 765 سنة، وهذا العمر خيالي وغير واقعي. إذا أحمد في الحقيقة عمره 765 سنة، وإذا عدنا إلى الماضي 85 سنة فإن أحمد سيكون، ماذا قلنا؟ إذا عدنا إلى الماضي 85 سنة، دعونا نكتب ذلك، هذا يساوي، أنا تقريبا لم يتبقى لدي وقت، يمكنك أن تتأكد من ذلك بنفسك. إذا كانت هذه 153 فإن هذه سوف تكون 765، هذه الأرقام كبيرة. ثم 153 ناقص 85، حسنا، 155 ناقص 85 سوف تكون 70، إذا هذه ستكون 72، صحيح. ثم أحمد قبل 85 سنة، لا أعتقد أنني أخطأت في مكان ما، إذا أحمد هنا، حسنا، لدي فقط 10 ثواني حتى يمكن أن أحمل هذا الفيديو، إذا يجب أن نتوقف هنا. أشكركم.